الفنانة ليلى شعير لقبت بألقاب عديدة، صاحبة العيون الساحرة، نفرتيتي مصر، صوفيا لورين العرب. تميزت بجمالها الذي فتح لها أبواب التمثيل وعالم الأزياء، برزت في مجال التمثيل ثم انطلقت كعارضة أزياء في مصر وباريس لمدة 15 عاماً. وعلى الرغم من جاذبيتها لم ينعكس اسمها بشكل كبير على الأفلام، ولم يتجاوز إرثها الفني 30 عملاً فنياً، ومع ذلك استطاعت أن تترك بصمتها في قلوب المعجبين والمشاهدين. من الدراما إلى السينما أثبتت ليلى تميزها وتركت أثراً لا يمحى في عقول جمهورها. في هذا الفيديو سنلقي نظرة على أبرز المحطات الفنية في مسيرة الجميلة الفنانة ليلى شعير. ولدت ليلى شعير في 18 من يونيو من عام 1940 لأب مصري وأم فرنسية. نشأت في جو من الفن والثقافة، حيث كان والدها نحاتا ورساما ووالدتها مغنية أوبرالية في باريس. عاشت ليلى فترة من طفولتها في القاهرة ودرست في مدرسة الليسيه الفرنسية هناك، وكانت والدتها قد أحبت مصر وانتقلت للعيش هناك مع زوجها وابنتها، مما جعل ليلى تمتلك روحا متعددة الجنسيات والثقافات. دخلت نجمتنا عالم الفن في سن 19 حينما قابلت هيلدا صديقة والدتها التي قدمتها لمخرج معروف. تولى المخرج فطين عبد الوهاب ترشيحها لأداء دور في فيلمه عائلة زيزي عام 1963، حيث تشاركت الظهور مع نخبة من نجوم السينما العربية. بجانب مسيرتها التمثيلية كانت ليلى مهتمة بالباليه وممارسته، وكذلك باليوغا، حيث قدمت لوحات متميزة في أفلامها عائلة زيزي والعريس يصل غدا، وهذا ما جعلها تحمل لقب فتاة اليوغا. بعد نجاحها الكبير في فيلمها الأول عائلة زيزي، دخلت الفنانة ليلى شعير عالم الأزياء في مصر برفقة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي. طلب منها بواسطة صالحة أفلاطون، أحدى أوائل مصممات الأزياء المصريات التي كانت من أصدقاء والدتها، طلب منها المشاركة في عرض أزياء خيري، وبعد ذلك توالت عليها العروض وعملت مع أشهر بيوت الأزياء في مصر. تم تداول خبر فوز الفنانة ليلى شعير بلقب ملكة جمال مصر عام 1964، لكنها نفت هذا الأمر جملة وتفصيلا، مؤكدة أنها لم تشترك في تلك المسابقة من الأساس. دخلت نجمتنا هذه مرحلة الزواج في السبعينيات، وذلك باقترانها مع الفنان الوسيم عمرو الترجمان. سافرا معا إلى فرنسا حيث عاشا وعملا في مجال عروض الأزياء، لكن بعد فترة تم انفصالهما وعادت ليلى إلى مصر. يذكر أن الفنان عمرو الترجمان كان واحدا من الفنانين الذين ساعدتهم وسامتهم على الدخول في عالم الفن، لكنه قدم 4 أفلام فقط في فترة امتدت من عام 61 إلى 64، ثم هاجر إلى باريس لمتابعة أعماله التجارية ولم يعد للعمل الفني مرة أخرى. بعد انفصالها عن عمرو تزوجت ليلى شعير من رؤوف أبو إصبع وبقيت وفية له حتى وفاته، وقد وصفته بأنه كان كل شيء بالنسبة لها وأنه أخذ معه كل شيء بعد وفاته. خلال لقاء مع الفنان أحمد السقا في برنامج تلفزيوني، كشف الفنان الراحل أحمد رمزي عن قصة تجمعه مع صديقه الفنان عمرو الترجمان، إذ قال رمزي أن نكتة صغيرة قالها الترجمان عن جمال عبد الناصر كانت سببا في هجرته إلى فرنسا. تذكر رمزي قائلا: كنا نتقابل في نادي الجزيرة وتحدث عمرو الترجمان مرة عن جمال عبد الناصر بنكتة وضحكنا جميعا، لكن بعد ذلك انزعجنا عندما علمنا أنه لم يعد إلى المنزل لمدة 3 أيام، وعندما عاد لم يتحدث ولم يفصح عن أي شيء، وتبين أن هذه النكتة كانت سببا في اعتقاله بسبب السخرية وتم الإفراج عنه فيما بعد. إثر ذلك قرر عمرو هجرة مصر والانتقال إلى فرنسا ولم يعد مرة أخرى، وقد قام أحمد رمزي بالتدخل من أجل الإفراج عنه من السجن وساهم في تسهيل سفره إلى فرنسا. شاركت الفنانة ليلى شعير في العديد من الأفلام السينمائية، منها السمان والخريف، الخروج من الجنة، سارق الملايين، حدوتة مصرية،
مذكرات مراهقة وأيام السادات والعديد غيرها، كما قدمت أدوارا متنوعة وواجهت تحديات في تجسيدها. بعد طلاقها من عمرو الترجمان وعودتها إلى مصر، قررت الرجوع إلى التمثيل، وشاركت ليلى في أعمال درامية عديدة قبل أن تقرر اعتزال الفن نهائيا وتتفرغ للرسم ولتصميم الملابس. وفيما يتعلق بأدوارها، أعربت نجمتنا عن عدم ارتياحها للأدوار المحددة التي قدمتها في مسيرتها الفنية، كاشفة عن أنها كانت تتمنى تجربة أدوار مختلفة وترجو الحصول عليها، لكن هذا لم يتح لها. وقد انتهت مسيرتها الفنية بإعلانها اعتزالها التمثيل عام 2006 وتفرغها لأمور أخرى.